النقل المدرسي بالعالم القروي والمناطق الجبلية للسيدات والسادة النواب المحترمين الفريق الاشتراكي. تفضل سيد نائب محترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، مع كل الأسف نحن في القرن 21 وما زلنا كنتكلموا على الهدر المدرسي انقطاع عن الدراسة في صفوف وليداتنا وخاصة في العالم القروي والمناطق النائية. فرغم أن المجهودات اللي بذلتها الوزارة في مجموعة من التدابير إلى تبقى دائما دون المردودية ودون الاستشراف المستقبلي، وشكرا. شكرا سيد نائب محترم. كلمة لكم سيد الوزير، تفضلوا. شكرا سيد نائب محترم على هذا السؤال. من طبيعة الحال النقل المدرسي هو جد مهم بالنسبة لمحاربة الهدر المدرسي، وحنا تنعتبروه من الآليات ديال الدعم الاجتماعي اللي هي من ضروري. فخلال الموسم الحالي تقريبا 400 ألف تلميذ تيستافدوا من النقل المدرسي، وهذا بزيادة 12% مقارنة مع الموسم الماضي. إلا خدينا الحافلات المدرسية، عدد هذه الحافلات يوصل تقريبا ل 6300 حافلة اليوم، وهذا عدد الحافلات هناك واحد الزيادة ديال تقريبا 21% إلا قارناها مع السنة الماضية. وفي نفس الوقت أيضا هناك واحد العدد ديال الدراجات الهوائية اللي هو تقريبا 4900 دراجة اللي هي متوفرة للتلاميذ باش تساعدهم في النقل المدرسي. هذا المجهود يتم بشراكة لا مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولا مع مجالس. شكرا سيد الوزير، انتهى الوقت. تعقيب سيد نائب محترم على الفريق الاشتراكي. شكرا سيد الوزير. رغم الإجراءات والتدابير اللي قلتم سيد الوزير، إلى أنه من بينها النقل المدرسي اللي هو موضوع السؤال ديالنا، تبقى النقل المدرسي هو اختصاص من المجالس الإقليمية اللي فوتوها المجالس الإقليمية لتدبيرها، والمجالس الإقليمية اللي فوتوا لها يعني تدبير النقل المدرسي ما فوتوش لها الاعتمادات المالية، والمجلس الإقليمي باش يتهرب من هذا الشيء فوضوا للجمعيات، والجمعيات يتم تدبيره بشكل غير عقلاني وغير لا يراعي السلامة ديال وليداتنا وبنياتنا، مما يعرض خاصة في هذا احنا نعيشوا في هذه الظرفية ديال الجائحة، كنلقاو ميليبيس اللي كيحملوا فوق العداد القانوني، وهذا كيعرض سلامتهم وسلامة الأسر ديالهم. ناهيك عن الاستمرارية والديمومة لأنهم بقوا الآلية. شكرا سيدي محترم، انتهى التوقيت، شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا سيد نائب محترم. سيد الوزير، انعدام وقلة النقل المدرسي في العالم القروي هو واحد المشكل وطني، وهو السبب الرئيس بالنسبة للهدر وخاصة للفتيات. أنا بغيت نعطيك جوج ديال المؤشرات السيد الوزير بإقليم القنيطرة اللي عنده طابع قروي. الأول جوج ديال حوادث السير اللي وحدة أدت بالروح ديال واحد الطفل هذه شهرين بإقليم صغرين بجماعة المقرن، والثانية هذه أسبوع مازال الطفلة راها تنعس في مستشفى الإدريسي مصابة بكسور بسبب أن هاد الأطفال كيقطعوا 6 كيلومتر باش يوصلوا للمدرسة ذهابا وإيابا. سيد محترم، انتهى التوقيت. هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا سيدة النائبة المحترمة. صحيح السيد الوزير ان النقل المدرسي من الاختصاص ديال المجالس الاختصاصات الذاتيه ديال مجالس الجماعات والاقاليم حسب القانون التنظيمي 112/14، لكن السيد الوزير هذه خدمه موازيه مكمله للمنظومه التربويه، وما يمكنش الوزاره تستمر في الحياد ديالها تجاه هذا القطاع وان تغض الطرف على المشاكل والهشاشه اللي كيعيشها القطاع رغم المجهودات المشكوره ديال المجتمع المدني. حان الاوان السيد الوزير ان تتحمل الوزاره مسؤوليتها في هذا المجال وان تعمل على مأسسه القطاع من خلال احداث مرفق جماعي تحت اسم النقل المدرسي العمومي على غرار النقل الحضري والنقل بين الجماعات لكي نتفادى توقف باش تضمن الاستمراريه ديال الخدمه وتعبئ الموارد الماليه الكافيه وتبحث على الصيغ التعاقديه السليمه مع اطراف اللي غادي تضمن السيد الوزير الاستمراريه ديال هذا القطاع في تاديه الخدمات ديالو لفائده جميع الفئات الاجتماعيه بدون استثناء، وشكرا.
شكرا سيدة النائبة المحترمة. هل من تعقيب إضافي آخر؟ سيد الوزير. أنا غير بغيت نأكد عليه بأن هذا المرفق ما يمكن التسيير ديالو يتم غير على الصعيد المحلي، ما يمكنش نعتبروه بأن يمكن التسيير ديالو على الصعيد المركزي، ولهذا حنا اشتغلنا على واحد العدد ديال التدابير، أولا باش نرفعوا اتفاقيات الشراكة مع كل الأطراف اللي هي معنية، وثانيا أيضا باش نوضعوا نماذج للتدبير السليم لهذا المرفق على الصعيد المحلي من طبيعة الحال باحترام جانب ديال السلامة الطرقية. شكرا. شكرا سيد الوزير.